ليه المؤسسات الاقتصادية العالمية بتصنف اقتصاد مصر بأنه واحد من الاقتصادات الواحدة؟ ببساطة لأن المبادرات اللي شغال عليها القيادة في مصر عشان تبني الجمهورية الجديدة تم اختيارها وتم العمل عليها بطريقة عالمية وبأسلوب استثنائي، زي مبادرة اتحضر للأخضر واللي هدفها المحافظة على البيئة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة زي الغاز الطبيعي، ومبادرة مصر الرقمية اللي هدفها الاستخدام الأمثل للمعلومات وعمل ايدنتيفيكيشن لكل حاجة بيتعامل معها المواطن المصري. احنا RFID Egypt، الشركة المصرية اللي شغالة على نظام رقمي يعمل تحكم شامل في إدارة محطات الغاز الطبيعي ويرفع كفائتها ويحمي بياناتها وكمان يحمي عملائها عن طريق الـ RFID Technology. النظام اللي بنتكلم عنه تم تطبيقه بالفعل تطبيق ناجح على بعض محطات الغاز في محافظة بورسعيد ومحافظة الأقصر وعلى 400 سيارة بمختلف أنواعها. بمجرد تطبيق النظام بإضافة تاجز على اسطوانات العملاء وربط ريدرز بديسبنسرز التموين، هيكون قدام القيادة كم هائل ومفيد من المعلومات، وهيكون عندنا آليات كتير للتحكم والسيطرة على المحطات وعلى التعاملات داخلها، زي عدد العربيات باختلاف أنواعها اللي تم تموينها وعدد العربيات اللي تم رفضها والعربيات اللي صلاحيتها قربت تنتهي وكمان العربيات اللي محتاجة اختبار والعربيات اللي تم تحويلها لورشة الصيانة والعربيات اللي بالفعل في ورشة الصيانة. مدير المحطة هيكون عنده انفو سكرين بيعرف من خلالها بيانات العربيات اللي بتمول، وبيكون عنده معلومات بكل ترانزاكشن بيتم في المحطة، حتى التشيك جان اللي بيستخدمه عامل المحطة في دليل يقدر من خلاله يعرف حالة اسطوانة العربية اللي هتمول. بعد تطبيق النظام مفيش حاجة اسمها اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات، وكمان مفيش اسطوانات غاز منتهية الصلاحية هيتم تموينها، ونظام الحماية هيمنع أي تلاعب من العملاء للتاجز، وبمجرد حدوث ده هيحصل تلف للتاج وهيتم اكتشاف ده فورا من أول محطة هيزورها العميل. مش بس كده، من خلال النظام تقدر القيادة تحصل على تقارير شاملة ودقيقة عن كل المحطات في الجمهورية، كل محطة على حدة. احنا بنشتغل بالتوازي مع رؤية مصر 2030 وشايفين اننا جزء من المستقبل. احنا بنبني المستقبل، احنا اسرع من المستقبل. RFID Egypt اسرع من المستقبل.